أنا كنت أتابع بنوع من الدقة طوال الأيام الماضية ما يقع في مصر، وكنت أعجب من قوة ثباتهم على مبدئهم، وأن لهم مطالبة يريدون أن تحقق لهم. هم لم يخرجوا لأجل أن تسفك الدماء، ولا لأجل أن تقطع الرقاب، أو لأجل أن يموت منهم ميت، أو أن تفسد شيء من الدور أو شيء من الأسواق أو نحو ذلك. إنما خرجوا لأجل مطلب محدد كان ينبغي أن يستجاب لهم فيه من البداية. وكنت أعجب أيضا من تمسك الرئيس المصري بالمنصب، وأقول في نفسي سبحان الله، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه لأجل أن يجمع كلمة المسلمين، مع أن الحسن هو سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيد شباب أهل الجنة. ومع ذلك لما قارن ما بين ولاية في الدنيا يرتفع بها عند الناس، وما بين حق دماء المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على ولاية واحدة وعلى قيادة واحدة، فضل جمع كلمة المسلمين وعدم سفك الدماء على أن يصاب، على أن يكون في هذه الولاية وفي هذه القيادة التامة. فكنت أقول في نفسي، يا ليت أن الولاة إذا رأى أحدهم أنه ليس أهلا للمكان الذي هو جالس فيه وعلى الكرسي الذي هو عليه، لا ينبغي أن يكون كأنه مومياء أو تمثال لا يريد أن يتغير ولا أن يتبدل. يا أخي، الإنسان يدعو الله أن يولي عليهم خيارهم. أبو بكر لما تولى رضي الله تعالى عنه رقى المنبر وهو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول للناس: ألا أني وليت عليكم ولست بخيركم، وإني أعزل نفسي فولوا من هو خير مني حتى أجمع الناس عليه. فلم يكونوا يا أخي يركضون وراء الولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل الأمارة، وكان يقول: إن أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة، يعني الأمارة والتولي. فكانوا يهربون من أن يتولى أحدهم ولاية. لذلك كل من تولى ولاية على بلد من البلدان فليعلم أنه يحاسب عن الضعيف في ضعفه، ويحاسب عن المريض في مرضه، ويحاسب عن الجائع، ويحاسب عن الطالب الذي لم يجد قيمة الدراسة التي يدرسها، يحاسب أيضا عن من كانوا تحته ممن يتأكلون باسمه وربما سرقوا أموال الناس. يا أخي، لو عثرت بغلة بالعراق، يقول عمر: لخفت أن يحاسبني الله، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ بمعنى أن عمر لا ينتظر أن يقول أهل البغلة له: سوي لنا الطريق. كلا، بل يلوم نفسه: لماذا لم أنتبه أنا إلى عوجاج الطريق وعثرها من البداية قبل أن تزل قدمها فيه. لذلك حقيقة يعني أنا أوجه كلمة إلى كل من يسمعني، سواء من الحكام، بأن يثقوا الله تعالى في رعاياهم، ويعلموا أن الشعوب يصلون إلى مرحلة لا يتحملون ما بعدها. هذه إضافة إلى دعاء من يدعو على من ظلمه. هناك أقوام يقومون في الليل ويدعون على من ظلم وعلى من منعهم أرزاقهم، وكذلك من كانوا تحت هؤلاء الحكام يجب عليهم أن يناصحوهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، بمعنى أن يقدموا لهم النصيحة الصادقة، وأن لا يكون الحاكم فقط يقرب إليه من يقدم له ما يطلبه وما يحب أن يستمعه، وأن يكون كل الذين حوله من الذين يقولون دائما: موافقون موافقون، طال عمرك، فقط هذا الذي عندهم. كلا، بل أن يكون عنده ممن يناصحونه النصيحة الصادقة التي يرجون بها نجاته يوم القيامة، كما قال عبد الملك بن مروان لبعض الوعاظ، قال: إن أقواما يدخلون علي يخوفونني، يقولون: أنت ظلمت وأنت يخوفونني وأنا خليفة. فقال: لئن يخوفوك اليوم حتى تأمن في الآخرة خير من أن يؤمنوك اليوم فتخاف في الآخرة. بمعنى أن الناصح هو الذي يقول لك أخطأت ويوجه لهذا. الكلمة الأخرى هي لإخواننا وأحبتنا في مصر، ومصر بلا شك أنها يعني لها ثقلها السام في العالم الإسلامي والعربي، وما منا أحد في الغالب إلا حفظ القرآن على مصريين، ما منا إلا من درس على مشايخ مصريين، ما منا إلا من صلى وراء أئمة مصريين، فهم ولله الحمد أهل الخير والتقى والصلاح. لكن ينبغي لهم أن يرتبوا أمرهم، وأن يصبح عندهم نوع من الانضباط خلف من يوجههم إلى الخير ويجمعون كلمتهم على الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني كما دعوت في البداية أن يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم. نعم، فضيلة الشيخ محمد العريفي الداعي الإسلامي من الرياض، شكرا على انضمامكم إلينا.